مبسوطة وفخورة ان انا اشتغلت معاه وشاركت معاه في اعمال، وكان لي فضل كبير عليا في بداياتي من اول يوميات ونيس. واللي حصل النهاردة ده حاجة مشرفة جدا، وانه فنان يفكر يعمل احتفالية زي دي بيدل على رقي واخلاق وفن فظيع. يعني انا سعيدة بيه وسعيدة بالتكريم وسعيدة لكل الفنانين الزملاء اللي اتكرموا النهاردة. وفعلا اي حد اشتغل مع استاذ محمد صبحي يعني العمل اللي بيعمله مع استاذ صبحي بيسيب بصمة وبيفضل علامة في تاريخه الفني. ايه اللي اتعلمتيه من يعني من خلال شغلك مع الفنان محمد صبحي؟ حاجات كتير طبعا. انا اشتغلت معه سنين طويلة، يعني اشتغلت معه مسرح واشتغلت عملت مسلسلين، فتعلمت حاجات كتيرة يعني اهمها الالتزام وازاي الواحد يركز في ادق التفاصيل، وهو مخلص بشكل كبير. تعلمت الاخلاص. لو جالك شغل باذن الله قريب مع الفنان محمد صبحي في مسرح، هيبقى احساسك ايه لو جالك شغل معاه؟ هتمنى طبعا، هكون مبسوطه جدا. اي حد في الدنيا يتمنى يشتغل مع استاذ محمد صبحي. طب ليه حضرتك بعيد عن المسرح يعني الايام دي؟ لا انا لسه كنت مخلصه مسرحيه حب رايح جاي انا وميدو عادل، والعرض ما قعدش فتره طويله لظروف ان احنا كنا بنصور حاجات لرمضان اللي فات، لكن انا ما بعدتش، بالعكس انا بحب المسرح جدا.